السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. واليوم نتقابلوا في فيديو سبيسيال شويه بالنسبه لي شخصيا. مقبل ثانك يو سو ماتش على 6000 ابوني، راكم مبلغ برسك 6400، معناها راكم مهبله مش نورمال. المهم الجيفوي اللي فاتت عدى طياره، ان شاء الله الجيفوي الجاي كيف كيف ان شاء الله ننسيوه في اقرب وقت، ان شاء الله 3-4 ايام هكاك ننسيو الريفيو الجاي والجيفوي معه بيان سور. دونك اليوم باش نحكيو على حاجه، لي زابوني القدم، مش القدم نتاع عام وعامين وحتى ثلاثه، القدم نتاع 4-3 سنين هكاك، 4-3 سنين 4 سنين سورتو جمعت معناتها لي زابوني الاولين نتاعي. منعرفش اذا كان تفرجوا ولا قولوا لي تفكروا الريفيو هذه ولا خليكم تعملوا معناتها شورت صغيره وارجعوا لي. نجم تربح اقوى جهاز لتسجيل جيم بلايز في العالم حصريا من عند تينيزين جيمرز، عاملين لكم جيف اواي بمناسبه شهر رمضان. كل ما عليك هو تزور الموقع نتاعنا www.tinizengamers.com. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو في فيديو جديد كالعاده. اليوم باش نعمل لكم بريزونطاسيون للديفايس اللي عاملينه كجيف اواي اللي هو لايف جيمر بورتابل. قيت برشا ناس مش فاهمين شنو هو الوظيفه نتاعو، حبيت نوريكم معناتها تلفوا الجره. راه مش انا نحكي برسمكم. المهم هيك كانت اول ريفيو سامبل يجيني في حياتي، اول قطعه من عند شركه تجيني في حياتي اللي هي اللايف جيمر بورتابل من عند افر ميديا. هذاك علاش نموت على حاجه اسمها افر ميديا، خاطر اول شركه معناها قدرتني. تخيل معناها طفل وقت عمري 11 ولا 12 سنه وقتها، وشين فيها دور 3500 2000، وقت حكاية الباز، وقت الباز فيها 60-70 ألف وقتها. بالحق معناها قدروني وبالحق امنوا معناها في الكاباسيتي متاعي وشجعوني وعطوني وقت للجي بي. وتويك عندها بريسك 3 سنين هكيك 3 سنين ونص، وما زالت تخدم امورها 5-5 وريكوردي بها وكل. ما علينا، اليوم باش نحكيو على اللايف جيمر اكستريم اللي هي الفيرسيون جديدة متاع ال جي بي. باش نحكيو عليها اون ديتاي في الريفيو متاع اليوم. سو يلا نبداو الريفيو. نبداو بالبيلد كواليتي. ال جي اكس كي صح كي تشدو تحس بالكاليتي وبالبريميوم فيلينغ كي تشدو، وهذه حاجة ما تلقاهاش في الكابتشر كارد معناها الاخرين. والوزن نتاعها اللي يجي في 186 جرام يأكد على كلامي، ورغم ذلك ال جي اكس صغير والهزان نتاعو ما يخوش اسباس جملة. الديزاين مزيان، الفوق نلقاو طرف بلار يحمي الورقة الموجودة تحت، وهذه فازة من عند افر ميديا باش تحط ال جي اكس نتاعك مزيان وسبيسيال. تحت الكافر هذه نلقاو لومباليد اللي تعطيك ديزانديكاسيون كانك تريكوردي والا لا. بالنسبه للبوكس نلقاو فيها كل شيء تستحقه، كابل HDMI، كومبوننت كيبل، USB 3 كيبل، ادابتاتور باش تركب البي اس 3، كيبل جاك 3.5، ابونمون اكس سبليت 3 موا بالنسبه للستريمرز اللي يعملوا دي ستريم على اليوتيوب والا تويتش، تعاونهم برشا في الستريمينغ نتاعهم. يزي ما حكينا على البراني متاع ال جي اكس، تويكا جا الوقت باش نحكيو على الصحيح اللي هو الجيم كابتشر بيرفورمانس. الفوتج اللي تشوفوا فيه بكل مصور من البي اس 4 نتاعي ديريكتومون لل جي اكس، وكيما تشوفوا الكاليتي طياره، وحسيت بتحسن كبير في الكالر رينج والديناميك رينج بالابور لل جي بي القديم. الجيم بلاي اللي تشوفوا فيه مسجل اون فول اتش دي 60 اف بي اس، وهذه القفزه نتاع ال جي اكس على ال جي بي 60 اف بي اس، وبصراحه فما احساس اخر اللي يتفرج على جيم بلاي 60 اف بي اس. بالمناسبة لجيم بلاي نتاع سيري اربح الكابو باش يتسجلوا الكل بالال جي اكس هذيا. اهم ميزة بالنسبة لي في الال جي اكس هي اليو اس بي 3.0 اللي يعطيك الترا لو ليتنسي، يعني كيفاش تريكوردي ديريكتومون من البي سي نتاعك، يعني كيفاش نجم تلعب لجيم بلاي نتاعك ديريكت من الاكرون، يعني من غير ما تستحق المونيتور اخر باش تركب فيه الاتش دي ام اي اوت، يعني باش تركب البلاي نتاعك في مونيتور اخر. مثلا انا في الكام تاعي عندي تلفزة برك، مش لازم عليا نبدل التلفزة باش معناتها نبدل السورس باش نلعب ديريكت من البلاي، نجم نلعب من البي سي ديريكت معناتها من البيرو بالريك سنترال اللي هو البروغرام نتاع لافر ميديا، نحل نشوف الفوتج نتاع البلاي نتاعي انستونتانيمون ونلعب على روحي. صحيح ما هيش هيك الليتنسي الصاروخ معناها ماهيش محسوسه، فما لاتونس محسوسه، اما باهية معناها كاجوال جيمر باش تلعب اساسن سكريد، باش تلعب دي جو دافونتور ذا لاست اوف اس وكل، ماكش باش تحس لاتونس هيكية. اما اذا كانك باش تلعب كومبيتيتيف نقولوا كول اوف ولا باتل فيلد، اخطاك منها فما لاتونس معقوله بالباهي. الجاك انو اوت يعاونو برشا، وفما فازت انه يسجل لك صوت الجيم بلاي وحده والكومنتري وحده باش انت بعد تاخذ راحتك في الايديتينغ. اخر حاجه باش نحكيو عليها في ريفيو اليوم هي السوفتوير. بالنسبه للسوفتوير نتاع ليفر ميديا الريك سنترال
كانت في برشا مشاكل في الفيرسيون الثانيه نتاعو ريك سنترال 2 وصاروا ديز ابديت وديما فهم مشاكل الى حد الان وصلنا ريك سنترال 3 باش تفكسيو لي بوك ولي كراش هذوما. دونك ايفر ميديا كانت تشوفوا مثلا تمشيو لامازون وتشوفوا لي ريفيو نتاع العباد تلقى اللي خذاوها قبل ما تقولوا عام التالي ولا 6 شهور التالي تلقاه يتشكى منه يقول لك بارفي يمشي لي بارفي في الاكس سبليت ولا بي اس نمشي للريك سنترال نبدا ريكوردي شويه بعد كراشي يباغي حاصلو يتشكى برشا وفي الاو بي اس وكل يبدا اموره شيخ. اما بالنسبه للريك سنترال 3 الامور تبدلت بالنسبه لي اللي تعدى ستابل اموره مريقله ما صارت لي حتى كراش وحتى بوغ حتى الان اموره 5-5 والكاليتي اللي خارجه منه طياره برشا. دونك بالنسبه للسوفت وير اذا كان معناتها كل شيء اجور امورك مريقله ماكش باش تصير لك حتى مشكله. اما الحاجه الوحيده اللي نوع عليها هي حكايه اليو اس بي 2. اذا كان ما عندكش يو اس بي 3 اخطاك منه ال LGX خاطر ال USB 2 ماهوش سيبورتد بالبي والشيبسيت نتاع لي كارت مي لازمهم يكون محددين معناها تحط لكم في ديسكريبسيون نتاعهم لازم يكون عندك بروسيسور بي وكل مش حكايه اللاتونس وكل تمشي لك مع بعضها يعني هي حكايه مربوطه مع بعضها. اما بصفه عامه اهم حاجه اذا كان ما عندكش USB 3 اخطاك منه ال LGX. بالنسبه للسوفت وير اللي هو ريك سنترال 3 طيارة برشا تويكا تصلحوا الكراش والبوغ وكل أموره مريقلة. زادوا فازات متاع ستريمينج وكل فيه ديموت نجم تحط الويب كام متاعك نجم تحط اللوجو هذية بالنسبة لعبد نقوله يوتيوبر ما هوشك اللي غاطس برشا في ستريمينج معناتها كيفي أنا نفهم أنا إكس سبليت وكل أما نقول واحد يعمل ديفلوج وكل وبعد ساعات يحب يعمل ستريم مع الفان متاعو تاع جيم بلايت وكل اكي عاونو ريك سنترال الاستعمال متاعو بسيط وكل يوزر فريندلي وطيارة برشا من الكوتي هذي وتنجم تحط ليزوبسيون اللي تحب عليهم الكل بطريقة بسيطة وسهلة. واذا كان نقولوا ستريمر متمكن وتفهم بالبي في لو بي اس والاكس سبليت عندك لابونمون نتاعك نتاع الاكس سبليت 3 انا عطوني 3 موا فما شكون جي ام سي موا سا ديبون وكيفاش انا عطوني 3 موا اكس سبليت بريميوم نجم تصبهم في الاكس سبليت نتاعك وتستريمي على روحك بطول لي زوبسيون نتاع اكس سبليت. دونك هذه كانت الكوتي سوفتوير نتاع ليفر ميديا ال جي اكس نتعديو تويكا للكونكليزيون. دونك باش نلخصوا الايفر ميديا ال جي اكس كابتشر كارد طياره برشا ومزيانه الديزاين نتاعها كيما تشوفوا مزيان وتحسوا كلاسيك ما مش كلاسيك معناها فيوتشرستيك ويعاون برشا معناها نقولوا يحسن من منظر السيت اب وبالحق مزيان على الاخر وطايره برشا السوفت وير نتاعو تحسن برشا الهاردوير نتاعو من اقوى ما فما. ديجا حاجه ما قلتش عليها كان تعرفوا الكابتشر كارد نتاع ريزر ريبساو هي بيدها القطايع معناها جوست البراني حتى كان تشوفوا في لي ديمونسيون كل قراب لبعضهم برشا خاطر الكارت الداخلانيه داكوزيسيون بريسك هي بيدها ديجا من داخل هي بيدها كان تشوفوا البوزيسيونمون نتاع ال HDMI والكومبوننت ال USB والجاك وكل هو بيدو جوست ريزن مبدله في ديزاين كلاسيك اكثر من نتاع ايفر ميديا نقولوا اجريسيف اكثر الاستعمال نتاعو سهل برشا ركب HD وال USB تنجم تمشي اذا كان تحب حتى الميكرو ولوكس تنجم تدخل معناها حكايه سهله برشا وعندك الفازه هذه نتاع تحل الليفر ميديا نتاعك نحيه وتركب الكارتة. انا تو ما طبعتش الوحده نتاعي اما ان شاء الله اول ما نركبها تلقاها نهبطها معنا في الفيديو سيت اب ولا في البروفيل نتاعي. هذاك علاش الايفر ميديا لايف جيمر اكستريم يستحق الدام جود اوورد. هذه هي معناتها اون برانسيب كل شيء على الايفر ميديا هذه. ان شاء الله عجبكم الفيديو اذا كان عجبكم حطونا لايك اذا كان ما عجبكمش حطوا ديسلايك سبسكرايب وشير وسيرتو سبسكرايب خاطر باش يشوفكم برشا كيفويت كيما تعرفوا ديجا تويك 6400 راكم مهبله. دونك ان شاء الله في اقرب وقت نلانسيو الكيفوي الجاي. دونك ستي تيوند جايز وان شاء الله تراوني في ليفينمونيت تاع سفاكس الجيكس انستينكت وتونيجين باتل دوم تنعمل عليهم فيديو سيباري باش نزيد نفهمكم اكثر. مي ان توكا هذايا وفا الفيديو ان شاء الله نشوفكم فيديو وثانكس ايفر ميديا على ريفيو سامبل هذايا ان شاء الله قبل المره الجايه. كان معكم احمد كابو مقطع تونيجي جيمرز. Ciao.